معانا كوريان كيد ومشعل السبورت تيم كابتن والميدلينر. صراحة يعني لعبتوا أحلى بيست اوف 3 شفته في حياتي يعني. فوصفوا لي شو الشعور هذا. والله الأيام كانت جميلة جدا، وأتوقع الجمهور كله استمتع بها. كنا نحاول على قد ما نقدر صراحة نلعب تراي هارد ونركز ونفوز، والحمد لله كانت سيريا صعب، لكن الحمد لله قدرنا ننتصر في الآخر. أنا مني مبسوط بكيف لعبنا، كيف لعبت أنا، لأنه لعبت كثير إنه سيء، و I'm sorry for the fans لأنه ما لعبت مثل ما أنا مفروض ألعب وعملت أخطاء كثير. هو بصراحة أنا كنت بتفرج على أيام الثلاثة، اول جيم حسيت سبب الوين الاساسي هو الديسيشن ميكنج اللي صار بعد ما اخذوا بارن، وانت رحتوا ميت فتحتوا الانهبيتر which is خلى الموضوع اسهل ان ترجعوا تخلصوا الجيم. هالديسيشن هل كان تبع مين بالضبط؟ هذا اتوقع كنا انا وسيطه اللي سوينا الديسيشن هذا في الجيم، لكن تلعب في الكوتش هو اللي ما قصر معنا قبل الجيم، هو اللي كان يمرنا على الخطوات هذه وعلى اللعب الماكرو بشكل عام، يعطيه الف عافيه. اور كوتش كثير منيح، هي هيلب اس، بيساعدنا بكل شيء، ولو ما كان معنا هو ما كنا حنفوز على السيريز اي ثينك. اوكي، كيف ثقتكم الحين بما انه بيلعبوا الحين الجيم لدي في تي ونصر، الفايز فيهم بيواجهكم على الفاينل، شو استعداداتكم؟ انت الحين لعبتوا مع نصر اوريدي والاجيام كانت صعبه بس فزتوا، ودي في تي كمان اخويا، فواحد منهم حيكون على الفاينل، شو انتم جاهزين؟ حاس حالكم انكم تكونوا جاهزين للفاينل؟ الحمد لله، طبعا الثقة أكبر بكثير، وسواء كان دي في تي ونصر كلهم خصمين نحترمهم على راسنا من فوق، لكن احنا حنركز على نفسنا نشتغل على نفسنا وان شاء الله الفاينل كلنا ان شاء الله يا رب. انا بدي العب ضد نصر لانه المفروض كنا نخسرهم، اقوى من انه المفروض كنا نسوي لهم ستامب اكثر من الجيمز اليوم، بدي نصر يرجع يربحه وبدي نخسرهم لايك 15 مينتس. سمعتوا كوريان كيد يريد يخلص الجيم 15 مينتس، بيست اوف 5 كلها 15. يب، لانه انا ما لعبت منيح اليوم، فبكره حيصير اداي احسن وحنفوز جيمات اسهل. ليتس سي ذات. يعطيكم الف عافيه، ثانك يو سو ماتش، جود لك.